الحين ننتقل للمجموعة الثالثة اللي هي مجموعة الناي والفلوت. نبدأ. كوالا ديلي بالإفكتات. المجوز. الشبابي. شباب اثنين. المي صوت الجميل التركي هذا. الكافال. دودك. الناي اللي هو أنابان. الناي الثاني. لو تلاحظون ان الصوت متكرر ولكن يحطوا له افكتات، بس هو نفس الصوت بس بالافكتات. طبعا هاي يستخدمونها الناس المحترفين. نيجي عند المزمار. الاجيريان. بكذي خلصنا المجموعة الأصوات اللي هي العربية السترينجزات. بس ألا ما أعتقد، أنا أعتقد أن الأصوات اللي كانت في الفيديوهات يعني يمكن تكون باقة بتنزل، أو يمكن مجموعة راح تنزل جميلة جدا للكيبورد دي. بس بعد الأصوات اللي موجودة هنا جميلة جدا. أنا ما حبيت أعزف لأن عشان أنتم شفتوا فيديوهات وايدين ناس يعزفون، حبيت أعطيكم الأصوات تسمعونها شو الياماها سوت من أصوات جديدة.